ترأس وزير الخارجية سامح شكري اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذكر بيان لوزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش اعتماد الموازنة العامة للوكالة التي تلعب دورا كبيرا في دعم الدول الإفريقية وتعزيز علاقات مصر معها. وأشار شكري إلى أهمية تنسيق هذه الرؤية مع أولويات السياسة الخارجية المصرية بما يعود بالنفع على الدول المتلقية للمساعدات وزيادة عدد الدورات التي تقدم للدارسين الأفارقة.